اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه لسنه 2023، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن سلسله الحرب وايه اللي وصلنا ليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن خلفيه واسباب الحرب الفلسطينيه، واللي كان من اهم اسبابها ان الهجوم اللي قامت بيه المقاومه الفلسطينيه حصل في عطله سميحات توراه، واللي كانت يوم السبت، وكانت في الذكرى ال50 لحرب اكتوبر، واللي برضو حصلت بهجوم مفاجئ على خطوط العدو الدفاعيه. ووضحت حركه حماس ان الهجوم ده جه رد على الحصار المفروض على قطاع غزه، وبسبب عنف المستوطنين الاسرائيليين على السكان الاصليين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه، وبسبب القيود المفروضه على التنقل بين حركه حماس وبين قطاع غزه. ودلوقتي هنبدا نتكلم على التحليلات السياسيه والصحفيه للحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، واللي من ضمنها ان وضح عالم السياسه ستيفن ام وولت ان الفلسطينيين حاسين ان مفيش خيار قدامهم غير المقاومة قدام الأعمال القمعية اللي بيقوم بيها الجيش الإسرائيلي وسياسة إسرائيل بشكل عام. ده بيجي طبعا على الرغم من أن إسرائيل وضحت أن مهاجمة المدنيين الآمنين ده أمر خاطئ جدا، واعترفوا بأن الأعمال اللي بتقوم بيها حركة حماس رغم أن هي أعمال مقاومة ودفاع عن الأرض، وضحت أنها أمر غير مشروع بشكل كامل. في بعض المقالات اللي اتكتبت في بعض الصحف الهندية تم التوضيح ان الاحتلال الاسرائيلي هو الاعنف والاطول في التاريخ الحديث كاملا. ووضحت بعض الوكالات الصحفية الامريكية ان الفلسطينيين بيشعروا باليأس بسبب الاحتلال اللي مش بينتهي بشكل نهائي، وبسبب الحصار الخانق اللي موجود حوالين قطاع غزة. وفي بعض الوكالات الاخبارية الامريكية زي وكالة ABC نيوز وضحت عن ارقام الأونروا لشهر اغسطس سنة 2023 جوه قطاع غزة ان في 81% من سكان القطاع بيعيشوا تحت خط الفقر. ووضحت ارقام الأونروا لشهر اغسطس سنة 2023 ان 63% من سكان القطاع بيعانوا من انعدام الامن الغذائي وبيعتمدوا على المساعدات الدولية. وذكرت الوكالة والشبكة الخاصة بها برضو عن ارقام مكتب تنسيق الشؤون الانسانية جوه الامم المتحدة ان في الصراع اللي حصل بين فلسطين وبين اسرائيل من سنة 2008 لسنة 2023 راح ضحية الصراع ده 6400 فلسطيني و300 اسرائيلي، وكل الارقام دي كانت قبل الحرب او قبل الطوفان اللي حصل يوم 7 اكتوبر. وذكر في مقالة واحد من الصحفيين الكبار جوه امريكا واللي اسمه روجر كوهين، ذكر ان سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على ملايين الفلسطينيين واللي طبعا كابتين غضب كبير جدا ده ادى لاراقة الدماء. قبل هجوم يوم 7 اكتوبر حذرت المملكة العربية السعودية الاحتلال الاسرائيلي من انفجار فلسطيني هيحصل نتيجة الاحتلال المستمر والطويل جدا. وفي نفس الوقت حذرت مصر ان الاحتلال الاسرائيلي هيواجه كارثة ما لم يحصل تقدم سياسي في المفاوضات بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين. وصدرت في نفس الوقت بعض التصريحات من بعض المسؤولين الفلسطينيين من حدوث كارثة انسانية في الضفة او في قطاع غزة لو ما حصلش اي تقدم في العلاقات السياسية بين المسؤولين من كلا الدولتين. وقبل اقل من شهرين من بدء الهجوم يوم 7 اكتوبر وضح العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عن اسفه الشديد لان الفلسطينيين ما لهمش حريه تنقل ولا حريات مدنيه زي اللي بتتمتع بيها معظم دول العالم. ووضح كوهين وهو واحد من الصحفيين المشهورين جدا على مستوى العالم ان معظم الاسرائيليين حاسين في الوقت الحالي ان القضيه الفلسطينيه اصبحت بلا قضيه وان تم ازالتها من جدول الاعمال العالمي. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده من سلسله الحرب الفلسطينيه الإسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.